أهلا بكم متابعين إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الوكالة الذرية تؤكد أن مفتشيها يمارسون مهامهم في إيران من دون مشاكل. المدير السابق لحملة ترامب يرفض الاتهامات الموجهة إليه في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية. جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في أستانا بدأت اليوم، والمعتقلون على رأس أولويات وفد المعارضة. بوتين يزور إيران الأربعاء المقبل لمحادثات مع روحاني ورئيس أذربيجان. رئيس كاتالونيا وأعضاء من حكومته يغادرون إلى بروكسل. منظمة أطباء بلا حدود تقول إن الوضع الصحي في اليمن ما زال ميؤوسا منه بالرغم من تراجع الكوليرا. قوات الشرعية اليمنية تسيطر على موقع استراتيجي في تعز.